يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية اليوم أول اجتماع للمجلس الأعلى للسياحة، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع التحديات التي تواجه قطاع السياحة وتوفير الأدوات اللازمة لعودتها إلى طبيعتها مرة أخرى. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر في أغسطس من العام الماضي قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسته.